في الرد على السؤال الثاني، إلى متى يمكن أن تصمد غزة؟ لا شك أن الجواب صعب، ولا شك في أن الصمود الأسطوري لغزة حتى الآن رغم الدمار الهائل والقتل الأعمى والخسائر الفادحة بالأرواح والعمران لم يكن منتظرا، لبل أن معلوماتنا المؤكدة تشير إلى أن حماس نفسها لم تنتظر أن تحقق في 27 الأول أكتوبر الماضي ما حققته على الأرض. وبالتالي ليس سهلا على من كان يوصف بالجيش الذي لا يقهر أن يفاجأ بعد 65 يوما من الحرب بعمليات تشن ضده من قلب مناطق التوغل التي يتوغل إليها بعد أن دمرها بالطائرات وسوى بها الأرض واقتحمها بأحدث الدبابات والأسلحة الفوسفورية والفراغية وغيرها. إذن السؤال ليس سهلا، لكن هل يمكن للفصائل أن تصمد طويلا؟ طبعا هذا يتعلق بعدة أمور، أولها بالاستمرار في الحصول على الأسلحة والصواريخ أو تصنيعها داخليا، لأنه لدى الفصائل ترسانة قد تنتهي يوما ما، وهذا يتعلق أيضا بتوسع رقعة المقاومات والاحتجاجات خارج غزة من الضفة الغربية والقدس إلى ما بعد الحدود، يتعلق أيضا بقدرة الفصائل على الاحتفاظ بقسم كبير من الأنفاق لأنه هذا أساسي، ويتعلق بحركة الاحتجاج الإسرائيلية التي بدأت تتعاظم ضد نتنياهو لإقالته ومحاكمته. المنطق يقول إن جيشا مدججا بالسلاح ومع أساطيل أطلسية سيتفوق بالقدرة الكبيرة على التدمير والمراقبة ولن تفرغ مخازنه، لكن ما يحصل على الأرض يتخطى كل المنطق العسكري وعلم الحروب. يبدو أن الشباب الفلسطيني قد اتخذ فعلا القرار بأن يقاتل حتى الرمق الأخير مهما كلف الأمر، لذلك فتوقع انتهاء المعركة بمنتصر ومهزوم ليس سهلا، لكن الأكيد أنه بعد شهرين من القتال تعتبر إسرائيل عسكريا وسياسيا وإعلاميا مهزومة الآن. ولا ننسى أن ثمة أمثلة في العالم تبقى حاضرة في أذهان كل الأجيال، بينها مثلا جنوب إفريقيا، بينها الجزائر، لا ننسى أن الجزائر قاتلت 70 عاما استعمارا ربض على أرضها 130 سنة، وأيضا عندنا مثال فيتنام. لذلك فإن مستقبل هذه الحرب سيبقى مرهونا ليس فقط بتوازن القوى وطبيعة المعركة العسكرية على الأرض، وإنما أيضا بالحركة الدبلوماسية التي ستفرض نفسها عاجلا أم آجلا على إسرائيل وعلى حلفائها، التفاوض لأجل الأسرى ولكن أيضا لمستقبل غزة بعد الحرب وفلسطين. هل حان وقت الضغط للتفاوض؟ الواضح أن إسرائيل بحاجة إلى إنجاز عسكري وأن أمريكا أعطتها مزيدا من الوقت، وهي تريد مهما حصل أن تغتال قياديين من حماس لتقول أنها حققت إنجازا، لكن هذا يزيد الفخ الغربي شعبيا وسياسيا ويرفع مستوى ضغوط خصوم الغرب. ليس مثلا من قبيل الصدفة أنه نرى كل الأنظار قد تحولت عن أوكرانيا صوب الشرق الأوسط، وأن التقارير بدأت تشير إلى احتمال انتهاء الحرب في أوكرانيا باقتسامها بين روسيا وأوكرانيا. أنا شخصيا لست من أنصار الشعارات، لكن فعلا ما يحصل في فلسطين يؤكد أنه ما بقي استعمار لو كانت إرادة التحرر أقوى منه، والإرادة واضح كم هي قوية في الداخل. والسؤال المطروح بقوة الآن في الدوائر الدبلوماسية الإقليمية والعالمية، ماذا بعد هذه الحرب؟ خصوصا أن مصر والأردن رفعتا الصوت ضد أي تهجير أو ترانسفير، والعالم عاد ينظر إلى فلسطين كقضية حق إنساني وليس مجرد حرب بين إسرائيل وحماس. وفق معلوماتنا ثمت مفاوضات حثيثة تجري وتكاد تشمل الجميع من إيران إلى الخليج فتركيا ولبنان وحتى سوريا وصولا إلى فرنسا وأمريكا وروسيا والصين وأيضا طبعا إسرائيل.